وانت بلا شاز رولونت كي نروح ندير دي زونتروتيان مع الاصحاء كاينين اللي يشوفوك بنظره انك انت واش حتقدم لي. علاش ما نرجعش للفكره الاولى اللي عطاها لي بابا اللي هي تاع العمران؟ دونك انا عندي رولاسيون بلاركتيكتور نجمع العماره والعمران. صناع النجاح هذوك الناس الملهمين، الناس اللي ربي سبحانه خلقهم وسخرهم للناس. حطوا طراش على الروبوت. والحمد لله يا ربي درت برامج تعليميه، اسست كما يقولوا روبوت، اخترعت روبوت تعليمي. بدتني الفكره تاعو من الفقر اللي موجود في البرامج التعليميه الخاصه بفئه ذوي الاحتياجات الخاصه. حاجه اللي حمراء في الخضر؟ طماطم. الحاضنه التعليميه الاولى في الجزائر لتعليم العماره في الجزائر اللي هي ستارشيتكت اكاديمي. الطفل هو اللي يوجه المعلمه نحو المعلومه اللي راح بها. نديروا الباب، نديروا واحد الباب. ما تخليوش ولادكم في الدار، خرجوا ولادكم، خرجوهم يشوفوا الدنيا، خليهم يقراوا، تحداوا، ضربوا عليهم الطابله. دونك الحاجه الاولى للوالدين انتبهوا للكلمات اللي راكم تقدموها للاطفال. الحاجه الثانيه هي الناس المسؤوله عن المناهج التعليميه في الجزائر، ماذا بينا نقصوا شويه من التعليم. كل حياه حياتك والحكايه حكايتك، خليها